أهلا بكم جميعا في الفيديو رقم 17 من دورة تعلم برنامج الربط المعماري 2024. هنتعلم في هذا الفيديو طريقة عمل حفر للحوائط في برنامج الربط المعماري باستخدام أداة الوول ريفيل. في مجموعة من الخطوات إنك لازم تكون عاملها علشان تقدر تعمل حفر في الحوائط باستخدام أداة الوول ريفيل. أول خطوة لازم تكون راسم حيطة بهذا الشكل، لأن هي دي الحيطة اللي هيبتدي نعمل عليها الحفر بتاعنا. الخطوة الثانية انك لازم تروح لأي وجهة من الوجهات، وليكن هنختار الوجهة دي، نضغط على الساوس بهذه الطريقة. الخطوة الثالثة هنروح لأركتتشر عند أمر الوول، هنلاقي في سهم اضغط عليه. هتنزل في الأسفل هتلاقي في حاجة اسمها وول ريفيل، اضغط عليها. بمجرد ما تختارها هتلاقي ان الأمر اتفعل معك. لو جيت اتحركت بالماوس على الحيطة بتاعتك هتلاحظ ان في خطين بيظهروا معك. الخطين دول بمجرد ما بتضغط كليك بيبتدي يحصل حفر في الحائط بتاعك. قبل ما نبدأ نشتغل هنلاحظ في الأعلى في حاجة اسمها هوريزنتال وحاجة اسمها فيرتيكال. هوريزنتال يعني مش هتقدر تعمل غير حفر أفقي بهذا الشكل. بمجرد ما تضغط كليك مبروك أنت عملت الحفر بتاعك. لو ضغطنا اسكيب هتلاقي إن الحفر تم معاك بمستوى أفقي. لو عايزين نعمل حفر في مستوى رأسي هتروح للوول تقول له برضه وول ريفيل. تعال المرة دي اختار الفيرتيكال وقرب من الحائط، هتلاحظ ان ظهر معاه خطين معناه ان هيتم عمل حفر في مستوى رأسي. لو ضغطنا كليك وعملنا سكيب هتلاحظ ان حصل معاك حفر رأسي. لو رحنا للثري دي وقربت من الحيطة بتاعتك هتلاقي فعلا، خلينا دي فاين ودي وليكن رياليستيك عشان تبقى معانا شوية بالألوان. لو قربت من الحائط بتاعك هتلاحظ فعلا ان تم عمل حفر في الحائط بتاعك كما هو واضح امامك. هتلاحظ ان الحيطة الاساسية اتاكل منها جزء زي ما واضح قدامك. لو رحنا للوجه مرة اخرى وجينا اخترنا الحائط او الريفيل او الحفر وجينا اخترنا الحفر الافقي وحبينا نكبيره او ناخد منه نسخه، هنضغط امر كوبي ونبدا نضغط كليك وننزل الى اسفل ونضغط كليك اخر، هتقدر تاخد نسخه من الريفيل بتاعك زي ما واضح قدامك. لو جينا على راسي واخترناه وقلنا له كوبي نقدر نكبيره زي ما احنا عايزين. لو قلنا له موف نقدر نموفه او نحركه زي ما احنا عايزين. بهذه الطريقة تقدر تختار الريفيل بتاعك وتقول له كليك يمين كرييت سيميلر، عايز نفس الريفيل ده. تقدر تكرر نفس العملية زي ما واضح، لازم بعد كل ضغطة تقول له سكيب. تقول له كليك يمين ريستارت أو كرييت سيميلر وتقول له كليك، تقول له سكيب يظهر معاك الحفر. لو اخترنا الريفيل وقلنا له كرييت سيميلر وقلنا له ريستارت ريفيل، عد لي الخطوة دي انه ريستارت ريفيل تاني، تقدر تكرر من غير ما تعمل سكيب. بمجرد ما تضغط ستارت وتقرب وتضغط كليك لازم بعدها ريستارت ريفيل عشان يديك الريفيل اللي بعده بهذه الطريقه. كذلك الافقي، لو اخترناه وقلنا له كرييت سيميلر وجينا عايزين نرسم الراس الافقي كرييت سيميلر وقلنا له خليه هوريزونتال، نقدر نرسم ريفيل زي ما احنا عايزين. ممتاز. لو رحنا للثري دي هنشوف الشكل بتاعنا زي ما هو واضح قدامك. طيب هنستفاد ايه يا باشمهندس من الامر ده؟ تقدر تعمل تقسيمات الكلادنج، تقدر تعمل تقسيمات الحجر السيراميك زي ما انت عايز. طبعا بتقدر تتحكم في ابعاد الريفيل دي، لو قلنا له اخترناها طبعا تقدر تتحكم في ارتفاعها، تقدر تتحكم في الخصائص بتاعتها من هنا. تقدر ترسم بروفايل ريفيل وده هنبقى فيديو تاني ان شاء الله مخصص ليك، وهكذا. ممتاز. طيب لو رحنا لليفل 1 وحبينا يا باشمهندس نرسم باب، يا ترى ايه اللي هيحصل بهذا الشكل؟ ورحنا للوجهه عادي جدا هيترسم معاك الباب. طيب لو جينا حابين نرسم ويندو كذا مكان كده اهو، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ عادي جدا. طب لو حابين نرسم على الريفيل نفسه ويندو بالشكل ده عادي جدا، هتلاقي ان الشباك قطع معاك الريفيل مفيش اي مشكله.
يبقى هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا، طريقة عمل حفر في برنامج الريفت المعماري 2024 باستخدام أداة الوول ريفيل. فيديو مهم جدا بتحتاجه في عمل تشكيلات في الواجهات بتاعتك، تقدر تستخدمه في عمل تكسيات الحجر، تكسيات الوول كلادنج، تقسيمات لو تعمل عايز تعمل عرانيس او عرميس مباني تقدر تعملها باستخدام هذه الاداه. الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون مفيد لحضرتك. ما تنساش الاعجاب، ما تنساش الاشتراك في القناه، ما تنساش مشاركه الفيديوهات لاصدقائك لتعم الفائده. يا رب يكون الفيديو مفيد. اشكركم، نلتقي بفيديو اخر باذن الله تعالى.